والاداء كان متوسط، ماشي شي اداء كبير ولا شي حاجه. كنعرفوا شوف القراءه اللي خصنا نقراوها ان المنتخب الاسباني كيلعب هذوك التمريرات القصيره، يعني كيبغي يعيي المنتخب ديالنا. حنا ما مشيناش، مشينا معهم في هذاك اللعب ديالهم. حنا الشوط الاول داز زوين، خرجنا منتصرين، وكان الشوط الثاني شنو واحد الاستفاقه ديال المنتخب الاسباني، واحد السيطره كبيره، ولينا حنا تراجعنا بواحد الشكل مخيف اللور، ولينا لعبنا لي كونتر اتاك. وشوف كتزقل كتستقبل، هذا هو اللي كاين في القانون ديال الكره، كتزقل الاهداف كتستقبل، وحاولت كثير هذه لي كونتر اتاك زقلناهم، تماركوا علينا هدف التعادل والهدف الثاني بواحد الطريقه، يعني ماشي ديال الكره، ما عرفناش داك الهدف كي داز، هذاك اللاعب تي داز بقى راسو سبوطو مع الحارس محمدي اللي كنوجه ليه واحد التحيه كبيره، لان الحارس محمدي هو اللي قدم واحد الاداء كبير، جميع اللقاءات كان في المستوى المحمدي. التغييرات جاو معطلين، يعني شوف كانت الاماني كبيره وكنا بغينا نديرو بنوصلو الفينال، ولكن هذا اللقاء هذا يعني للنسيان، ما بقى لينا دابا الا غنلعبوا على المرتبه الثالثه. وكنتمنوا ان اللاعبين يحاولوا يجيبوا ديك الميداليه البرونزيه، لانني في حاجه لميداليه، لان كان على المنتخب كره القدم و3000 متر مواني عيلي كنقولوا انها غتجيب لنا ميداليات باش حتى حنا نكون في صبور الترتيب. الفينال مشى بقى لنا الترتيب، كنتمنوا ان السكيتيوي يوجد لهذا اللقاء تاع احتلال الصف الثالث والبرونزيه، هادشي اللي بقى لي. لا حنا ما كنحطموش الدراري هادو، هادو خيل يعني بديل للمنتخب الاول، راه لاعبين كبار وشنا المستوى اللي قدموها، ويعني لا خوف على المنتخب المغربي للكبار بوجود هذا المنتخب الاولمبي، اللاعبين الرائعين، لاعبين في المستوى، يلاه لعبوا مع بعضياتهم، يلاه هذا المنتخب ونبدا يلعب. راه الكاس الافريقي اللي كانت، يعني الكاس اللي كانت عندنا هنايا انتصروا بها، وتزادوا لعاب اخرين، جو لعاب اخرين. شوف القادم احلى مع هذا المنتخب الاولمبي، وان شاء الله غنشوفهم بمستوى رائع في المنتخب الكبار، لما لا. هذا هو البديل كما قلنا للمنتخب الكبار. خويا اليوم اداء منتخب كان جيد في البرومير ميتر، اول مدرب دار واحد الغلط ما ركيش البيش، بقى هاجم ما ترجعش. شونجمون شفتي الخصم ديالك دار شونجمون، دير شي حتى شونجمون، اللاعب راه مات ورحيمي، حدو دقيقة 70 مباراة، صافي دخل لنا افاسونتر اللي غيبغي يبان غيبغي مارك، دخل موهوب غيبغي يبسط مع مرة أخرى يماركا وشان، أحشومة ديروا لنا بحال ما تقولوني أنا خويا والله هات شوف لعب عليهم 3-1 قسما بالله، شوف شحال خسر لي 230 درهم، ما طيحش أنا في رزقي واش ما طيحش، حشومة عليهم والله، كان كنتسنى المدرب ديالهم يعوضني في هاد الفلوس اللي ضاعش فيهم والله، والله إذا ضاعش فيهم عندي الكريدي والعيبات. نتمنوا من الجريدة فاتشكا توصلت الصوت هذا ونتمنوا هذا الفيديو تلاح باش يوصل حتى لطريق سكيشيوي. شوف حنا مسامحينك، مازال العاطي يعطي إن شاء الله، ومازال مقابلة أخرين، وديديكاس واضحة إلى المريم زيرو كا.